سلام المسيح أحبائي، اليوم عيد الصليب، رح أخبركم قصته. أوكي، أول شي كان في من زمان زمان، يعني بعد تقريبا من بعد 200 سنة من قيامة يسوع، كان في ملك جاي عليه حرب، بيقوم بيظهر قدامه علامة الصليب. فجأة بيسمع صوت بيقله هذه العلامة ستحميك. اوكي، وبس بس عرف بس عرفت امه القديسة إلينا، راحت هي والجنود لحتى يفتشوا عليه. راحوا كل واحد راح على محل، يعني توزعوا الجنود وبقي الجنود مع القديسة إلينا. شوي وصلت، بعد وقت طويل 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 وصلت القديسة إلينا على جبل. شو هذا الجبل؟ جبل الجلجلي. لقيت 3 صلبان مطمورين تحت الأرض، تحت التراب، مفروش عليهم ورد وغار. مش هيك بالقداس ليلة عيد الصليب بنحط صينية، بنحط صليب 3 شموع وورد وغار، بنغطي الصليب ورد وغار. لقيت هال3 صلبان، بس ما كانوا يعرفوا، ما كانوا يعرفوا يهو تبع يسوع. شوي بعد وقت بيمرق موكب دفن، يعني بدو يروحوا يدفنوا للزلمة. قام توقفت من القديسة إلينا، حطوا التابوت على الأرض. إجوا الجنود حملوا 3 صلبان، أول صليب حطوه على على التابوت، ما صار ولا أي شيء، بعده كل شيء مثل ما هو. حطوا التاني كمان ما صار شيء، بس لما حطوا التالت حطوا التالت وقام الميت من بين الأموات. يسوع قام من بين الأموات. عرفوا انه هذا الصليب. شو عملوا هون؟ ولعوا نار لحتى يجوا الجنود يلي توزعوا الباقيين. صاروا يعيطوا لبعضهم واجوا كلهم جمعهم على جبل الجلجلة وحملوا الصليب، حملوه ونزلوه على قبر يسوع. علوا له الصليب من فلفاء، مش هيك بيقولوا عيد رفع الصليب. وبعدين انتصر الملك على بالحرب. وهلا الله معكم يا احبائي، ولا الفيديو التاني.